السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ده مهم جدا، لاني لما بننزل فيديوهات على القناة اليوتيوب بيبعت لنا عليها لا تلائم كل الاعلانات، كويس؟ فاحنا عايزين نقدم الفيديو للمراجعة، فيلا بينا اوريكم الطريقة هتكون ازاي. اول حاجة هنضغط على جوجل كروم او اي متصفح انتوا فاتحين عليه القناة. ضغطنا على جوجل كروم، وبعدين هضغط على تسجيل دخول. اتفتح معانا، طبعا دخلنا على لوحة البيانات الخاصة بالقناة، فطبعا ايه هنشوف كل الايقونات دي، وهنختار منها تاني ايقونه. تاني ايقونه المحتوى اللي هو الفيديوهات اللي احنا منزلينها. طبعا انا حرف الاس اللي جايني عليه انه غير ملائم للاعلانات، فهو الفيديو الاولاني. اهو لا يلائم كل الاعلانات، هضغط عليه وهضغط على كلمة طلب إرجاع المراجعة. وهضغط على العلامة المربع ده وهدوس عليه علامة صح، وبعد كده طلب المراجعة. نأكد بقى، اهو جات لنا من تحت اهي بالكتابة السمراء ان خلاص الفيديو بقى ايه في المراجعة. لو ضغطنا تاني على الفيديو هيأكد لنا اهو قيد المراجعة. لا يلائم كل الاعلانات، قيد المراجعة. يا رب يكون الشرح سهل وبسيط، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.